السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم فيديو ديال التقضية اللي كندير مرة كنشاركها معكم، ماشي دائما كنشاركها معكم. دونك اليوم مشيت للكامبو، ليدل وميركادونا، هادو هما لي سونتر كوميرسيال مين كنتسخر انا عادة. كل حاجة كنشريها من حاجة من بلاصة. دونك غادي ندير لكم البريدة الاولى، هادو ديال الكونجيلاتور، غادي نوريهم معكم هما الاولين ونديرهم في الكونجيلاتور ونمشيو مرحله بمرحله. دونك خديت البيض، هادو كناخذهم من ليدل كيكون الثمن المناسب ديالهم. هادو دجاج كريادو فنسويلو مربي في الارض، وهادو كامبيرو، هادو خديتهم من الكامبو كانوا دايرين فيهم اوفر وخديتهم. مازال عندي كامبيرو في الدار، دونك خديت غير 6. كيجي الطمانيو ديالهم ما كيجيش، يعني ماشي ال ميديوم. وخديت هاد الباك ديال 24 مثلا، الخبز ديالي كيطو، البسكوتشو، الموفين، اي حاجه، لي ساندويتش، العشاء، مسلوق، البيض ما كنحيروش شنو نديرو به. دونك خدينا هاد الرولو فيجيتال ديال الشامبينيون الفلافل بيو، كيعجبنا هذا، وحتى كياكلو خاصه الزوج ديالي والبنت ديالي حتى هي كتبغي على شكل همبورغيسه. خدينا هذا، خديت الخميره وندير لها يمكن دونوت هذا الويكند. دونك اليوغور اللي خديت لبنتي هذا سافور كوكو، وهادو فانيليا هادشي اللي كتبغي. وهذا خلاص خديت لها غير هكا كي كنقولوا حنايا، مره كناخذوا ليها هذا. خديت لها لي فروماج بابي بيل كتبغي، يا اما هذا ولا اللي كان. المهم خديت لها هذه المره هذا، حنا عندنا غالي، ما عرفت نتوما هكذاك ولا غير هنا في اسبانيا غالي هاد بابي بيل. المهم خديت هادو، كيجيو 10 الحبات بشي 3.95 داكور. خديت هذا الفرماج غودا غيي، مازال عندي في الدار، دونك انا صنت في الدار اللي كنكون محتاجه في الدار ديالي، دونك هذا خديتو باش ما نبقاش بلاش. و هادو دابا تبلينا بيهم هادو في لي ساندويتش، وهادو فيجيتال، هذا بالزيتون، واحد بالزيتون وواحد راح له الزوج ديالي في البوكاديو، وواحد بالخضر. هادي زويون، هذا حتى هذا عجبنا فيغان. وخديت الفرماج غودا تيرنو والغودا هولندي، هذا ديال لي ساندويتش كانوا دايرين لوف مصا وخالدري، هذه لا عفوا المصا فيلو كانوا دايرين فيها لوف، خديتها ندير بها شي حاجه معمره ولا ندير بها شي حاجه. النطا ديالي دائما كندي هذه استوريانا، هي الوحيده اللي كتعجبني، والمكونات ديالها صافيه ما امكن غير من الحليب ولا فيرمينتو ديال الحليب. دونك خديت جوج ديال المونطار، لان انا دائما كندير لاموس بالفريز، راه كنت شاركتها معكم، يمكن غادي نعاود نديرها. وخديت جوج ديال الطياب صغيورين، مازال عندي وحده كبيره في هذا الحجم، دونك ديت غير جوج. خديت من الكامبو هاد الفرماج بورسيون، هكذا نديرو اي شي حاجه في شي استعمال. ودائما الفرماج ديال الدهن خديت هذا جولديسا، خديت جوج. هاد دانون ديال البروتيين عاد جابوه جديد في الكامبو، خديته يمكن خرج شحال هادي، ولكن انا عاد رديت له البال، ما فيهش الدهون، فيه غير البروتيين. ها نتوما نسبه الكارب ديالو ماشي كبيره بزاف، 100 غرام 3.6. خديت زبده بيو، هادي بدون ملح من ليدل. وخديت هذا وليت انا مدمنه عليه، هذا راه هو اللبن، يمكن هذا هاد باستوريت كافير، ولكن دايرينو من حليب البقر اللي كيسرح في الغابه ماشي ديال الكوري. دونك كناخذو دائما في التسخيره كناخذو، كيعجبني مع الزرارع ديالي، راه شاركته معكم حتى هو الفطور ديالي. يوغور ناتورال الفطور مع لافين، وهذا والفاكهه الفطور الزوج ديالي والبنتي حتى هو. خديت هاد ايدام هولندي، انا كنقطعو مربعات صغيره وكناكلو مع لي فرويساك. هذا فرماج سيمي كورادو، حتى هو هاد لا بورسيون ديال 300 غرام كانوا دايرين فيها اوفر شي 2 اورو، خديتها حتى هي.
في الكامبو كانوا دايرين هاد الزبده اوفخ، انا ما عمرني خديتها الزبده صراحه، عاد غادي نجربها. ولكن سينسال، ها نتوما سينسال هذه ديال هولندا، كانوا دايرين لا اوفخ 1 أورو، خديت جوج انا نيت ما بقاليش زبده في الدار. هذه كنستعملوها للدهن ديال الطوسطات الخبز، وهذه كنديروها البسكوتشو الطياب البيض الكلشي. خديت لبنتي هاد كيندر، هذا كيعجبها دونك خديته ليها. وبطبيعة الحال الشوكولا ديالي ديال كل مره راه كنوريه لكم، موس ولا تروفا دائما بدون سكر كيديروه بستيفيا. خديت هادو جوج للاكل ولقيتهم في الليدل، جابوا هذا سين اسكر كيجي غير في نافيداد، دابا راه جابوا السلعه ديال نافيداد الصراحه حاطين تما العجب. ولكن كلشي سكريات، اللي كيبغي السكريات راه راه ما ياكل كاع دوك البوستري لي شوكولا لي بونبون، المهم مونشيرين تشوكو ما عرف شنو، المهم يتلف بنادم. انا خديت هذا دابا نزيد منه، هذا نقطعو صغير ولا غادي ندوبو ونديرو قطرات، دابا نشاركو معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله نشاركو معكم. وهذا حتى هو كنذوبو اولا كنقطعو مربعات صغيره كنديرو في البسكوتشو ديالي كيتو اولا في الموفين اولا المهم متعدد الاستعمال. حتى هذا كيعجبنا، خديته من ميركادونا، كناخدو غير ميركادونا ديال ليدل كيكون يابس، فاش كيطيب كيولي يابس. دونك خديت هاد الطرف هذا وخديت هاد الطرف هذا كيديروا له 36 وهذا اورو 93، 200 غرام 260 غرام. المهم نديروه لا لا بلانشا في البلانشا ولا نديروه في الطواجينه مع لاصوص. خديت هاد الشقيره هادي كتعجبني ندير بها الصوبه اولا بايا مع الروز كتجي زوينه، كيجي كلشي مشروح فيها. راه كنت شاركتها معكم في واحد الفيديو كنشريها حتى هذه مره. وهاد الخضره هادي ديال الشيفرون والبروكولي والجزر كتحمقني انا ما كتخطانيش، ودغيا كيطيبوا يعني نديرهم مع الفرماج والنطا ونديرهم في الفران، نديرهم في مع الخضيره مع اللحمه ولا مع الدجاج، نديرهم منعوسين، نديرهم كروكيطات كنديرهم لبنتي كنزيد لها البطاطا وكنديرهم كروكيطات لبنتي كتحمق عليهم، منها كتاكل الخضره ومنها كنديرهم لها كروكيط. وهذه حتى هي كنشريها بزاف، كتجي هاد اللوبيه كبيره بيضه هذه راه كتبان لكم، واللوبيه خضراء كتجي زوينه في مع الروز في البايا. البايا فيجيتاريا انا كندير هذه. وهذه الطونغيطه الثانيه ديال الفواكه الجافه، القهوه ولا تاي ان بو دو تو. المهم هنايا صوجا تكستوري سادا، راه دائما كنشاركها معكم في التقضيه ديالي ضروري، هذه وحده في الشهر كناخذوها دائما، راه درتها معكم في الفيديو. الفواكه الجافه كالعاده القرقاه كنشري هاد نويسيز دي برازيل زوينين، هادو هائلين غاليين عندنا. هاد اناكاردو كناخذو حتى هو، لقيت في الكامبو هاد البيبا ما فيهم لا ماشي توستي خضر ما فيهم لا ملحه والو خديتهم. كالعاده المايس كنديرو لبنتي في الدار كيعجبها، و اللوز حنا عندنا غالي 2 أورو، 2 أورو 40 ولا 2 أورو 50، 200 غرام. كندير فيه الخبز، المهم واحد الخماره لقيتها دايرين لها التخفيض في الليدل خديتها. هادو البيكا توستيس كناكلوهم مع كياكلوهم مع لا سلطه، كناكلوهم مع الصوبا، هادو ضروري حتى هما في الكوزينه ديالنا. القهوه خديت هذه كابسول نيسبريسو انتنسو، هذا الرقم 10 انتنسو، خديت هذه المره المارسيه كتعجبني هاد المارسيه. وخديت ديسكافينادو في العشيه، كيعجبني الكورتادو في العشيه البليه ديال الكورتادو، دونك باش ما نشربش بالكافيين كنشربو ديسكافينادو هكا ما كيطيرليش النعاس. وهاد اتاي كيعجبني، هاد اتاي هذا تي بيردي خاسمين، فيه الياسمين معطر زوين كيعجبني. وخلاص العصير ديال بنتي هذا زيرو بدون سكر كيعجب لها، كناخذ لها جوج هذا تروبيكال وميديتيرانيو كناخذهم لها دائما. خدينا هذا الخبز
هذا قالك الحوج ديالي هكا ما ناكلش بزاف ديال الخبز. هذا خبز تيمز راه معروف 100% انتغرال، يعني طحين كامل. هانتوما راه كيجي على هذا الشكل، كيجي محلول، كيجي محلول والكميه قليله بزاف. هانتوما شفتوا كميه قليله كيجي هنا. دير امبورغيسا ديالك، الفرماج، دير ان ساندويتش فورميدابل بهذا الخبز. ودائما فاش كنمشي لليدل كناخذ بنتي جوج حتى ثلاثه كرواسانات كتقريهم. خديت هاد الخبز كما قلت لكم دوبل تيرنو، يعني رطوب بزاف هكا الامبورغيساس لبنتي زوين. خديت هاد لاصوص كونسنتري دوبل كونسنترادو زوين، عجبني هذيك المره خديتها وجباتني زدت منها. صافي الحليب ديال الصوجا والحليب ديال الكوكو، واحد الابيو انتي راس كيعجبني في الشلاضه. هادو خديتهم لبنتي كيعجبوها، هاد صابور شوكولاط يوغور. هادو تورطيطات ديال الروز ولكن من الفوق كيدهنوهم بالشوكولا ابيض وشويه ديال دانون. خديت هاد لاصوص عجباتني، هاد لاصوص فيها كاع حاره فيها خلابينيو هادي، والمكونات ديالها مزيانين ما فيهاش كاع المكونات خايبه. دونك غادي نجربها، عجبتني اول مره. انا ما كنشريش هاد لي صوص صراحه ولكن عجبتني نجربها علاش لا. صافي مسيكا ديال الريغاليس، و كالعاده في الفين دي سيمانا كيعجبنا مره نشربو هكا مرادة. هادي زيرو كتبغيها بنتي كليبر، وانا خديت كولا بدون كافيين. ها هي واحد الابل تايس، وهذه كولا عاديه. وخديت واحد ليز، دائما فاش كنمشيو نتسخرو وحده كيهزها الزوج ديالي كيبغي بيكوتي، دونك خديت هادي. صافي وهنايا الحليب كالعاده، الحليب بيو. هنا خديت باكيه. دابا غادي نشارك معكم مواد التنظيف كما قلت لكم اللي كنستعمل الدار ديالي. انا كيعجبوني المواد التنظيف ديال ميركادونا، لا كاليتي رفيعه والثمن حتى هو مناسب جدا. كناخذ هذا الصابون ديال لافادورا بلانكا ايكولور، هادو الحوايج كما بغا يكون اللون ديالهم كنستعملوهم واخا مخلطين، ما كيكشفش الحوايج، كيحيد الطبايع الصعيبه وكيخلي رائحه غزاله في الحوايج. كنرافقو دائما بهاد سواوي سانتي، يا اما الاسول اولا الفلورال، عندهم الريحه كتشابه مع بعضياتهم. هذاك الشيء كنمزج بيناتهم باش كيجيو متوافقين، كيجيو يعني كيف كيف. هادو باسطيات ديال لافادورا انتيكال، قالك من 30 درجه حراره يصلح، ا بارتير دو 30 دوغري. بالي كتجي في الباكيه 45 حبه، وكتسوى ما نعرفش واش 2.90 ولا 3 اورو، المهم ما فايتهاش. هذه ديال لا مارك اوشون، انا كنفتحها وكنديرها في العلبه هذه وكنحطها في المجر ديالي ديال مواد التنظيف. كذلك خديت هذا الجل ديال البانيو اعزكم الله، كيعجبني هذا كيخلي الريحه نقيه في الطواليت. خديت الصابون ديال اليدين، خديت هاد الليمبيادور ديال المويبليس، كيعجبني هذا رخيص ماشي غالي، وكيخلي كيحيد الطبايع من الخشب وكينقي المويبليس مزيان الخشب. خديت هاد لافاسويلو ديال بينو، كيخلي الريحه مزيانه في الدار نقيه، الريحه ديال النقا. والطواليت ديال هذا خديته ميركادونا، مولفه كناخذو من ليدل ولكن نسينا ما خديناه من ليدل، خديته ميركادونا. وبطبيعه الحال زدت واحد عجبوني هذوك اللي كنت شاركت معكم ديال الزاج في الكومبرا الفايته اللي كنت شاركتها معكم، زدت واحدة اخرى. وخديت هاد السريبيتات خاصين بتنشف ديال اللباخيه، هانتوما كيصلحوا ينشفوا الحوايج ديال فاش نجبدوا الماعن من الغساله يكونوا مازال فيهم الماء، نشفوا بهذه. صافي كالعاده طويطه سكوميداس كناخذهم من اللي دبر نسيت وخديتهم من ميركادونا، وبابيل ديال الوجه ديالي انا وبنتي، ما كنستعملوا لا فوطا لا والو، كيعجبنا غير الكاريت، لان الصراحه نقي حسن، لان الفوطه فاش كتبقى في الحمام كتاخذ بزاف ديال الميكروبات وهذه.
وصافي الخضره ديالنا ها هي تبارك الله الخير والبركه. كما العاده الفلافل الخضره، انا الخضره كنتقداها اغلبيه من الكامبو لان الثمن جد مناسب كتعجبني، وخضره طريه هانتوما. خديت الفلفله خضراء والفلفله حمراء، هذا فلفلات زوينين طريين وكتختاريهم على يدك. البصله كذلك مثال، انا البصله ما كنشريش ديال الشكاره لان الشكاره ديال 2 كيلو كنرمي دائما نص ديالها كيكون راشي، دونك كنفضل ناخذ وحده وحده وكنقلبهم من هنا اللي كنشوفها مزيانه اللي كنشوفها طريه هي اللي كناخذ. البصله ما كانتش غاليه بزاف، يمكن شي 86 سنت الكيلو، دونك خديت تما 2 كيلو زياده. لافوكا كالعاده، انا لافوكا ما نقدرش نستغنى عليه، نفضل ما نشريش اللحم وما نشريش الدجاج ولافوكا نشريه للفوائد اللي عنده، فوائد عديده، الكالسيوم، بروتين، غراسه سالودابلي، مهم فيتامين سي، اوميغا 3. مهم الاواكاطي راه غني على التعريف، شحال ما دار لابد نشري منه. البابينو هولندي هو اللي كنشري انا، اللي كنستعمل في لاصالات، كيعجبني بزاف حتى في الدار كيعجبوهم، دونك كنشري دائما البابينو. كانت خاصاني الثومه، خديت هذه، انا كناخذ غير هاد الشكيره لان باش تشري شكاره كبيره ودير ليها في كونجيلاتور. المهم انا اي حاجه يمكن توفر ليا الوقت وما نضيعش معها الوقت ونحس بالراحه نفضل نديرها. ثومه خديت هذه صغيره دغيا نبقى نهز بالوحده بالوحده لان كتبرد وكتخوى. ها نتوما مثلا هذه القرعه نفضل نشري هذه مقطعه ونستعملها، ولا اللي غادي نستعمل نص نديرو في البوري ونص نديرو في بلاستيك ونخبعو في كونجيلاتور، احسن ما نشري داك الطرف قدو قداش ونبقى كنقشر فيه ودائما كنضرب يدي. انا هذه كنشوفها فكره هائله وعمليه. خديت الفريز كما كتشوفوا راه صعيب باش تلقى الفريز طري. دابا خديت هذه غير كي كنقولوا حنايا كابريتشو. لي طوماط سيريز دائما خصني نشريهم. خديت هاد الكيوي سيسبري، هذا كنشريه لبنيتا كتبغي الكيوي، دونك كانوا دايرين فيه اوفر، خديته بجوج اورو، كان 2.65 بيتو كيدير 4.34 الكيلو، ولكن هاد الكيوي سيسبري ماركة مزيانة ديال الكيوي. خديت هاد الفليفلات صغيورين، بيمينتوس دي بادرون كيقولو لهم، بيمينتوس دي بادرون كيجيو زوينين لذاذ في الماكلة، سواء مقليين مكمولين أولا خضر في لاصالاد أولا زوينين هادو. صافي التفاح، خديت التفاح طري تا هو غزال هانتوما، خديت التفاح، خديت الليمون، مبقات لي تا ليمونة في الدار، ليمون ضروري يكون في الدار، أنتي أوكسيدون، فيتامين سي، ديبوراتيفو، مهم الليمون بحالو بحال الحامض بحال لافوكا عفوا، فوائد كثيرة. البابايا، ديوريتيك، ديسينفلاماتوريا، هذه فاكهة عجيبة، غير دخلوها في الأكل ديالكم راه زوينة هاد البابايا. عصير أولا، أنا بنتي شاك جور بابايا فريز كونجولي ولا طري ونص بنانه في العصير، ما كاين لا سكر ما كاين لا حليب، مخلط مع شويه د الماء ضروري عصير ديالها. وحنايا مره نقطعوها، كنقطعها ونديرها في الطابر ديال الزاج وبزاف الاستعمالات. مهم راه ديبوراتيفا بزاف البابايا، صحيه بزاف، كنقولها ونعاود نقولها. خديت لي شوغا كما العاده، الربيع، صناوريا، شكارة ديال خيزو، بطبيعة الحال بطاطا ما كانت غالية، خدينا هادي 5 كيلو دوز يعني الانسالادية، هما كيبغيو انسالادية مرة هكا فريت، دونك 5 كيلو تبقى في الدار الخير والبركة، ما كنستعملوهاش بزاف. خدينا هادي، احنا البطاطا كدير شي اورو 25 الكيلو. ودابا ندوزو نظفو هاد الاسطياف ديال التنظيف، عجيبين زوينين، كندير جوج في هاد البستينيه ديال لافابو ديالي وكنخليهم راقدين تما واحد 15 دقيقه عاد كنغسلهم. وكما كنقول لكم ها الفاكتورات، انا كنشري على ليدل، الكامبو، وميركادونا 3 الجوايع، كندير اللائحه ديالي دائما في الدار، لي خاصني لي خاص الكوزينه ديالي
كنبقاو كنتسخروا وكان وكنطاطشيو. صافي، وهذه هي الروينه اللي كتبقى من بعد التسخيره، الروينه ديال الزبل حاشاكم بعدا. دابا غادي نسيباري البلاستيك بوحدو والكرتون بوحدو والزاج بوحدو. المهم كاع هنا غادي نريسيكليه. الخضرة ها هي غسلتها، تا الربيع غسلتو، هذا راني درتو هنا يرقد ديزينفيكتا بعدا وعاد نعاود له الغسيل. لي فخويساك هاكي كنديرهم، كنديرهم ميكس هنا في القرعه ديال الزاج، والنص الاخر عاوتاني كنديرو ميكس في هاد زي بلوك. فاش كتسالى هادي كنعاودو نعمرو هادي. وهو هذا شويه د النظام شويه د التاويل. نسيت ما شاركت معكم هادو ما وريتهمكمش، السريبيتات اللي قلت لكم كينشفوا القشوع. ها نتوما هاد السوق ديالهم كي داير، كيبانو زوينين، كيبانو غادي نشفوا الماعن وكبارين. ها وهادي ديال خديتها ديال الزاج، انا عندي غير وحده كريستالي هي سبيخوس مايات وصراج. حتى هادي هادي رائعه، عجبتني على داكشي زدت منها. كدير يمكن اورو 50 ولا اورو 60. ها نتوما حتى هي التويب ديالها ما كيخلي لا خيط ولا والو في الزاج، غزاله. ها نتوما راه كتشبه الاخرى. والى هنا الفيديو جاء على النهاية ديالو. شاركت معكم التقضية ديالي. هاد التقضية بطبيعة الحال غادي تدوز 15 يوم 20 يوم. كاين مسائل كتقضى على سيمانة، مثلا لي يوغور، لي فروماج، لي فخويساك. دونك المواد اللي كتكون كبيرة راه كتبقى، والمسائل اللي كنستعملوها يوميا راه بطبيعة الحال راه كتسالى دغيا دغيا. وهو هذا، نخليكم في امان الله، تهلاو لي فراسكم، ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر باش توصلوا بكل جديد، واشتركوا في القناه الى عجبتكم القناه ديالنا. مرحبا بكم، وتهلاو لي فراسكم، مع السلامه.